جورية، يعني ما شاء الله عليكي، انت على طول على طول فرحانة ومبسوطة، بس لا اليوم بالذات عيونك عم ترقص رقص من الفرحة. الله يوفقك، قولي لي شو القصة، افرحيني معي. بصراحة يا خانم جوزي راجع اليوم من السفر وأنا مشتاقة له كتير كتير، والله العظيم ناطف قلبي على ما أشوفه وأطمن عنه. ليش قد ايه صار له مسافر؟ صار له مسافر مدة كتير طويلة، شي 10 أيام، أكيد بيكون كتير اشتاق للبيت وللصغير، لهيك رح أقوم جهز مشان آخذ لك القياسات بسرعة، لأنه دوبني لحق أرجع على البيت، عندي شغل كتير كتير، بدي أحضر له الأكلات يلي بحبه والحلو يلي دايما بيطلبوا مني، أكيد بيكون نشف قلبه من أكل الغربة. يا علي يا علي. سمية لك ألف الحمد لله على السلامة. تقبري اشتقت لك كثير، اشتقت لك أنا والله. البيت بلاك ما بيسوى شيء. أوف 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 أوف، شو كل هذا اللي عملتيه؟ خلاص ما بدك كل هاللبكة، كل اللي غبتوا عنك شهر زمان. والله اللي بشوفك وراجع من السفر برلك. تقبرني أمالي، متعودة على غيابك أنا. فوت ارتاح وغير ثيابك، عملت لك أكلات من يلي بحبهم قلبك. لا لا مالي قادران أكل، هلا على الطريق وسدد نفسي. سمية أنا تعبان ودهبان، قلبي بدي فوت نام وارتاح. ايه تقبرني، بس خالد بقي له شو حصه وبيرجع من الكتاب، يعني والله ما حلو، ومشتاق لك وناطف قلبه على شوف. تقعد اعمل لك فنجان قهوه الله يرضى عليك. لك سمية شو ما بتفهمي انت بالكلام، عم بقول لك تعبان وبدي ارتاح، تقولي لي خالد وفنجان قهوه، خلص برتاح وبنام وبفي بقعد معكم، ما راح تطير الدنيا. والله اشتقت لك كثير، وين هالغيبه؟ وانا بالاكثر. جوريه بعثت لك هالتفصيله معي، لانها سافرت هي وجوزها وابنها على بيروت فجأه، وقال اذا اي تعديل للتفصيله بتعمل لك اياه لما بترجع. يو خير ان شاء الله، ليه سافرت فجأه؟ والله ما بعرف، جوزها ما بيحب يسافر لحاله، مشان هيك اخذها معها على بيروت. ام فوزي بدي اسالك، هلا جوريه وجوزها ما شاء الله مبين عليهم كثير متفاهمين، ما هيك؟ ايه هدول الجماعة من وقت ما تجوزوا هن كتير كتومين، لا بيحبوا حدا يتدخل فيهم ولا أي إنسان يتدخلوا فيه. بعدين يعني أشهد بالله نحن ما سمعنا عنهم أي شيء، والأم بتخاف على ابنها من نسمة الهوى، لا بتريد يلعب مع الأولاد ولا الأولاد يلعبوا معه، هذا اللي بعرفه. ايوه يعني هلأ جوري وجوزها سافروا على بيروت؟ ايه قال بده يغير لها جو، هذا اللي عرفته وهذا اللي ما بعرف غيره. شو عبدو؟ بلاقيك قعدت؟ ما اتفقنا تاخذني عند اهلي بحمص عيد عندهم؟ الشغل اللي كنت مسافر كرماله على حمص فاس. ايه شو يعني؟ شو يعني؟ يعني فوتي عملي لي كم لمة اكلهم وافطر وخليني اصفهم بالشغل الجديد، ما بيكفي انه شغل العيد راح. بس ابن عمي يعني انا مجهزه حالي وضاب الاغراض، والله صعب تكسر بخاطري، بدي اروح لعند اهلي. ايه علينا انت واهلك. ما شاء الله هالطوق اللي برقبتك شو حلو يا جورية، تتهني فيه. هاد يا خانم ابن عمي الله يخلي لي اياه يا حق، وتنفتح ابواب السما بوشه، اشتهالي اياه من ربح الدكانة. جورية بدي اسألك، هلا انت وابن عمك يعني اخذين بعض عن حب ولا طلبة اهل؟ لانه ما شاء الله ما شاء الله شكلكم كثير متفاهمين مع بعض. هاد يا خانم بالنسبة للحياة الحلوة والهنية، فهذا الشيء كله بإيدنا نحن بنعمله، يا منرضى ومنعيش يا منحول حياتنا لجحيم. أما أنا وجوزي، إي نحن آخذين بعض عن حب، نحن ولاد عم وولاد خالة وربينا سوا. وهلا صار عندنا ولد بيطير العقل، يعني فيك تقولي هو كل حياتنا، نحن عايشين كرماله. هي هي الحب. الحب هو السر، هو مفتاح السعادة، هذا المفتاح
يلي ما لقيته ولا شكلي رح لاقيه بعمري ما حبته. الف الحمد لله على السلامة، طمني كيف كانت تجربتك؟ ان شاء الله ربحانة هالمرة. الحمد لله رب العالمين، الله عوضنا وربحنا اضعاف مضاعفة. لك حتى ابو حمدي لما شافني اشتريت البضاعة كلها وبعتها دغري طار عقله من راسه. الهي ربي يكفيك شر عيون الحازين يا رب ويكرمك دايم الدوم. اللهم امين. انا فايت ارتاح شوي وبعد ما في الك عندي هيك شغلة رح تفرح قلبك كثير. معقول؟ لسه في شيء بيفرحني؟ ليش شو ناقصك لك يا سمية؟ كل طلباتك عم تكون أوامر. عايشة بأحسن قرنة بالشام، بيتك مصر، عايشة عيشة الأميرات، كل شي بتطلبيه بيكون تحت رجليكي، وابنك ما ناقصه شي. شو لسه بدك أكتر؟ كل طلباتي مستجابة. قال اشتهيت تعمل شي من حالك من دون ما اطلب منك. لك انا بحاجة حنية، دفى، اهتمام، كلمة حلوة. هدول اذا ما حسيتهم معك يا عبدو مع مين بدي احسهم؟ والله مشغول بالي على جورية، تأخرت كثير ومالها بالعادة، ليكون صاير معها شيء. والله ما بعرف، وما حدا بيعرف عنا أي شيء. إلى فترة مو مبينة. قال في ناس دقوا عليها الباب وما ردت، وفي ناس شافوها مسافرة هي وجوزها وآخذ أغراض كثير، وما حدا بيعرف ليش مختفية. يو والله العظيم هي القصة غريبة. خير إن شاء الله. لا تاكليهم. أنا أول ما بسمع أي خبر رح أجي قلك يا فورا. يا ريت يا أم فوزي، يا ريت تطمنيني. من عيوني. لك جورية معقولة أنتِ؟ صار لك شهر مو مبينة؟ لما قالت لي أم فوزي إنك رجعتي على الحارة وما عم ترضي تفتحي الباب لحدا، إيه والله العظيم قلبي كثير غلي عليكي، إجيت لأطمن. خير تقبريني شو صاير معي؟ ما في شي يا خانم، بس متضايقة شوي ومالي حابة أشوف حدا. يو تقبريني ناقصك شي؟ لازمك شي؟ لك احكي لي، أنا مثل أختك. هي الابتسامة اللي كنتي دايما تشوفيها على وشي والضحكة اللي ما تفارقني، هي كانت كلها كذب بكذب. والحياة الحلوة والهنية اللي أنا عايشتها هي كانت كلها قشرة، قشرة برانية كنت عم حاول اتخبى وراها مشان ما اضطر اتحمل شفقة ولا رحمة من حدا. ولما قلت لك انه جوزي مسافر كنت ملهوفة كتير على رجعته ومشتاقت له. هو كان مسافر لحتى يجيب دواء لابني المريض يلي مرض وحير الحكمة، ولما رجع ولقى الدواء انا طار عقلي من الفرحة. يعني انا ما كنت مشتاقة لجوزي، لا، انا كنت فرحانة وطاير عقلي لان لقى الدواء لابني. خير؟ أنا وجوزي مثل ما قلت لك يا خانم قرايبين كتير ومن جهة العيلتين، وهذا الشي على حد قول الحكمة خلانا نجيب ولد ويكون معاق. حاولنا كتير نعالجه ويضل هالموضوع السر ما حدا يعرف فيه، لأن ما بدنا حدا من الناس يشفق علينا أو يتمسخر عليه، ما كان بدنا حدا يدرى. حاولنا كتير نعالجه على أساس يشفى بس ما شفي،
ولما شفتيني فرحانة بطوق الذهب كنت مشتريته من اختي بسعر قليل مشان بيعه وقت عملية ابني. بس قلبه ما تحمل ومات تحت العملية. واللي خلانا نتأخر إنه الحكمة اكتشف ورم عن جوزي. على حد قولهم إنه هذا الورم لازم ينشال فورا. وأنا ما عاد أعرف شو بدي أعمل. المصايب كلها نزلت علي مثل زخ المطر. ما عاد أقدر لا مسيل ولا كابر. ما بعرف ولا أتحمل تعبت. خير سمية، ليش مالك على بعضك؟ ما في شيء، قصة زعجتني. أنا هديك التجرة كنت متمني يربح فيها ضعفين. بتعرفي شو عملت؟ قدرت على اسمك، لأنه رب العالمين بحبك وأنتي بنت محظوظة وأنا شفت على وشك الخير. رب العالمين رزقني أضعاف اللي أنا كنت حاطه ببالي. مشان هيك جزء من المربح اشتريت لك فيه معمل خياطة وسجلته باسمك. كل تصرفاتي بتدل إني أنا بحبك، بس أنا هيك الله خلاني ما بقول، لأنه اللي بيحكي ما بيفعل. فكري فيها، أنا لما بكون تعبان وجاي من السفر لوين بجي؟ بجي على هذا البيت اللي أنا برتاح فيه، على حضنك أنتي اللي بحس فيه بالأمان. كل شي بعمله هو كرمالك، كرمال ابننا، بس أنا هيك الله خلالي. ما بحب أحكي، بس أنتي من جوات قلبك بتعرفي إني أنا بحبك، لأنه أنا كل تصرفاتي هيك وبتدل على هذا الشي. مثل اختك وحابه اقدم لك هدول. لا تفكي ضيقتك وتعالجي جوزك. بدي اياكي تروحي تسافري وتعالجي وترجعي بالسلامه، وبدي ضحكتك مليانه على وشك، بس هالمره بدي اياها حقيقه مو كذب. بدك تعذريني يا خان، هذا المبلغ كبير وانا ما بقدر رد لك اياه. بعدين انا ما بقبل حسنه من حدا، لو بدي اقبلها ما كنت خبيت موضوع مرض ابني الله يرحمه. لا يا جورية، شو هالحكي؟ جوزي اشترى لي معمل خياطه
وانت بتعرفي انا ما بعرف بهي المصلحه بنوب، فبدي اياكي انت تستلمي الشغل كله. طبعا بعد ما ترجعي بالسلامه رح خليكي انت تديري بالك على المعمل كله وعلى الصبايا اللي فيه. فشو قلتي؟ خناقتك مع بيت ابو جميل كلها يا ما إلى طعمه، انت هيك عم تعطلي لي جوازتي. لك ما بدهم يخطبوكي، ما بدهم يخطبوكي. هيك قالت لك مرت الحارس ابو نادر مو هيك؟ ابو نادر بدها اياكي لابنها، عم تفهمي؟ انت ما عم تفهمي. هذا الحكي ما له صحيح بنوب بنوب، لا صحيح ويبعت لحمها هي وام جميل. يا مو لا تخلي جميل يتجوزها، الله يوفقها. ابدا. ما حدا بيتجوز جميل غيرك، وهي بدها تتجوز نادر معزل الششامي. اللي عملوه فينا ما رح يمضى على خير منوب، وبس يجي ابو جميل انا بعرف كيف رد الصاع صاعين، انا بورجيهم. ماشي. ما رح يطلع بايدك شي يا مو، انا برايي لا تروحي ولا تجي، خلص لا تخطبيها لهي عفيفه، خلص لا تخطبيها بنوب. ليك وما احلاني واخطبها بعد هالشرشحه، ما فشرت عينها تفي. ماشي. يلي سويتيه غلط محسيب. لا مو غلط، ولازمتهم هالقتله من زمان. طيب ليش؟ بس فهميني ليش؟ لانهم هن ما خلوا بنتك تتجوز. هنن؟ ايه هنن. روح على الحاره واسمع شو عم يحكوا على شرف بنتك. انا بورجيو. اخي مشان الله وقف وقف، لا تكبرها، والله ما انا بحرجها يا اخي مشان الله. اخي وخليه يكبرها وحاجه يجيبوا سيرتنا بالعاطل. إيه لا مرت اخي، حريم بيت ابو جميل ما بيحكوا هيك حكي، شنو مربايين. اسدي حلقك تضربي انت وهالكلام اللي عم تحكيه. شو ما عجبك كلامي؟ هلا والله ما عجبني كلامك. ولك انت ليش عم تدافعي عنهم؟ انا بكرههم بكرههم. أنا بس بدي أفهم، أنتِ ليش بتكرهيهم لهي الدرجة؟ بتعرفي ليش؟ لأنهم غلطانين وعندهم غلط من راسهم لساسهم. إيه لا مرت أخي، أنتِ كثير زودتيها، كثير ها؟ إيه خرسي وسدي حلقك وانقلعي روحي على شغلك يلا. إيه رايحة تكرم عينك. الله يخلصنا منها على أهون سبب. يا مو أنا بس بدي أفهم، أبي ليش ما جوزها لنادر؟ آه ليش؟ عيب عليك تسمع كلام الحريم يا أبو حسين. العيب على اللي عم يعمل العيب يا ابو جميل. نحن ما عملنا العيب منوب، حريمك هن اللي اجوا لعندي على البيت وضربوا حريمي. ضربوا حريمك من لسانهم اللي عم يفلت علينا. لسان حريمي ما له فلتان، وانا ما رحت اشتكيت كرمالك. ها يعني بتعملها بتروح بتشتكي على حريمي يا ابو جميل؟ يمكن اعملها. لا اذا بتعملها وبتشتكي على حريمي بساويك بلا كرامه يا ابو جميل. زي كرامك عمي ابو سيبا. طول بس خليني اضبط معك. انا عم سوق الخبز الملح اللي بيني وبينك. ما بقى في بيننا خبز وملح من هون وهيك. يا ابو ناعس خلص كل واحد يروح بحال سبيله. شو قصدك؟ بدك تفك الشراكه يا ابو حسيب؟ ايه بدي فكها وكل واحد ياخذ اللي له. شو عليه؟ بصير خير ان شاء الله، بصير خير. ايه ما في خير وحريمي صار سمعته مثل القطران من ورا حريمها. لا تجيب سيرة حريمها. لا تجيب سيرتهم. خذ لي الطريق. روح طريقك مفتوح، خذ باب طريقك. ايش شو عليه؟ طول بالك كافيين جبنها. الله يرضى عليك يا جميل. انت بتأمر يا ابي، انت بتأمر. بس انا علي ما بيحملني هيك، ما بيحملني جيب سيرة حريمنا. لك الله اعلم شو محشين براسه نسوانه. لك يضرب هو وراسه. لك قسما بالله العظيم لو ما ابي موجود كنت فتت لجوا جبت الخنجر وغزيته بنص كرشه. والله طوال عمري ما رح انسى شو عملوا فينا ابو حسيب. اصلا لازم من زمان تفك هالشراكه انت وياه، مشان ما مرته هالشاضومه رايحه جاي عم تخفق لعنا وعم تبهدلنا العمى. ودخلت لما بهدلوكم مين كان معهم؟ اطمن عيني عفيفه ما كانت. اوعك تتجوز اخيها؟ اوها شنو هي؟ مثلهم مثل تربايتهم الوسخه. اي والله. لا 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 ما اتجوزها، ما راح اتجوزها، تضرب هي واخوها. عجبك لك عفيفه؟ عجبك اللي صار؟ اللي صار بين حريمكم وحريم اخي، انا ما خصني فيه. بعدين كل الحق عليك يا جميل. هلا صار الحق علي؟ ولك قسما بالله العظيم انه كانت امي جايه هي وام نادر يخطبوكي من مرت اخوكي. وليش ما اجوا؟ ليش؟
شبان عفيفة خلصنا؟ قلت لك شغلتنا محلولة بإذن الله. شو بفهم منك يعني؟ شو بدك تفهمي مني؟ هلأ الأمور ما رح تزبط لأنه الشراكة اللي بيننا وبين أخوك بدنا نفكها. لا مشان الله لا تخليه يفكها. إذا انفكت الشراكة يعني تعطلت جوازتي أنا وأنت. لك أخوك قل الأدب وزبر بالكلام بنص بيتنا. لك لو واحد تاني غير أخوك كنت خلعته سكيني بنص بطه فتحت له إياها. الله يسامحك يا جميل على تأخيرك بس الله يسامحك. خلصنا عفيفي خلاص. لا تاكلي هم. أنا ما رح أتجوز غيرك. اسمعيني منيح. أنا ما رح أتجوز غيرك لو بدهم يشخطوني من هون. واقفة معه يا مولك، واقفة معه وين؟ على باب البيت قدامنا. روحي روحي انت. لك وين بدي روح؟ روحي انت شوفي شغلك. يلا ايه ايه يلا ايه. مشان الله حاولت صالح ابوك مع اخي، مشان الله صالحهم. رح اعمل جهدي وحياة عيونك لاعمل جهدي. لك انت ليش واقف هون؟ لا حدا شافك بهالحارة يا بي؟ لا يا بي لا ما حدا شافني الحمد لله، بس الحارس ابو نادر. لا اطمن هذا ابو نادر زلمه طيب وما بيحكي. الحمد لله. يا ريتهم شافوك كل اهل الحارة يا اخي، يا ريت. ما بدنا فضايح لحريم الحارة، الله يرضى لي عليكي، بدنا نستر على البنت اللي اخوكي فضحها. وكيف بدك تستر عليها ابو جميل؟ هلا ما في حكي. لا تروق الحالة بيني وبين ابو حسيب، منيح ما اجى لهون وشرشحنا من وراء عمايل ابنك هاد. شو قلتي يا بنتي؟ موافقة شيخي موافقة. أصبح شرف لنكتب الكتاب يا أبو حسين. تفضل. مبروك علينا يا أبو حسين. الله يبارك فيك أبو نادر. مبروك عبد القران يا ابو حسيب. مبروك يا ابو نادر. الله يبارك بعمرك شيخنا. ايه ابو حسيب وين التحلاقه؟ هنيك موجوده. حاضر. يلا يا رب. ايه عفيفه كتب كتاب على ابني وعرسه الاسبوع الجاي ان شاء الله. مشان هيك جاي لعند مني ابو نادر. جاي لعندك لانه ابنك غلط غلطه كبيره مع اخته لابو حسيب، وانا صلحت الموقف وبدي اياكم تتصالحوا وترجعوا احباب. وشو المطلوب مني يا ابو نادر؟ المطلوب انك تروح على بيت ابو حسيب وتصالحوا. ما رح يستقبلني بعد العمله اللي عملها ابني. ايوه اقول من الاول ما بدك تروح تصالحوا. بعدين ابنك وضعه مو منيح بنوب، ابو حسيب عينه حمرة منه ما بتصير شو بيعمل. ها ماشي رح صالحوا. قوم معي يا صباح قوم. يلا إذا أنا غلطان صلح لي وما بقى أفتح السيري منوب. طب جميل احكي شبنا. الغلط راكبني من ساسي لراسي، شو بدي أحكي يا أبو حسين؟ يا هذا الحكي اللي بينسمع. إيه بس بقى أنا مالي راضيان لا عنك ولا عن ابنك جميل، وما بقى بدي أشوف خلقتك هون بنوب. أبو حسيب وأنا ما عاد عندي حكي تاني. لا سيدي عندك حكي تاني. لك شو حكي تاني؟ مالك سمعانه شو عم يحكي؟ احكي اطلب منه الشيء اللي اتفقنا عليه. احكي أبو حسيب. أنا بيشرفني إنه أطلب إيد كريمتكم فتون لابني جميل وبرفع راسي فيكم، وانا جيتي لهون شان قوي الاخوه بيناتنا نطفي الصفحه السوداء. قلت لك انا يا ابو حسيب استر عرضه، لا تاخذ اي قرار قبل ما تشاور الحريم. موافقه يا بي؟ موافقه. لا 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 الله يبارك فيك يا مو. شفتي يا مو هي جميل طلع من نصيبي. الحمد لله الحمد لله. هو من اول من نصيبك. شايفة هالمشاكل كلها اللي صارت؟ هذا من تدبيري انا وام نادر مشان يكون جميل من نصيبك. الف مبروك يا مو. الف الله مبروك. الله يبارك فيك يا مو.